يعني نحن نوجه دعوة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم بضرورة أن يطبق ما دعا إليه في قضية الترشيق الحكومي ويبتدئ به من ائتلاف دولة القانون الذي يملك 7 وزارات من ضمنها 5 وزارات وزارات دولة، هي وزارة الدولة لشؤون المصالح الوطنية، وزارة الدولة لشؤون الناطقية، وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان. هذه الوزارات ممكن التخلي عنها والاستغناء عنها، فبالتالي لابد. كذلك منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة موجود عندنا وزير الكهرباء وموجود عندنا وزير النفط، فبالتالي لا نحتاج إلى هذا المنصب الذي خلق من أجل شخص الدكتور حسين الشهرستاني في ائتلاف دولة القانون. هذه الأمور إذا طبقها السيد رئيس الوزراء سوف يكون صادقا في دعوته وسوف يحظى بالتأييد من القوى السياسية الأخرى، أما أن ينتظر موافقة القوى السياسية الأخرى فهذا معناته أنه الدخول في مزايدات سياسية، ولا ينال المواطن إلا التعب والعناء من هذه المنافسات السياسية التي قد تكون بعيدة عن الواقع.